أنتقل معك لموقع مجلة نيو ريبابليك الأمريكية. الكاتب الأشهر إريك تريجر كان التقى حسين مرسي شقيق الرئيس المعزول محمد مرسي. حسين مرسي قال إن فترة حكم أخوه كانت كارثية أو كانت كارثة على الأسرة اللي بتدفع ثمن الأخطاء اللي ارتكبها أخوه أو وقع فيها شقيقه الرئيس السابق محمد مرسي. إريك تريجر الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ذهب إلى الشرقية وقابل إخوة محمد مرسي من بينهم حسين، وحسين الوحيد ضمن العائلة من إخواته الأربعة اللي ضمن يتمتع بعضوية جماعة الإخوان. المفاجأة في تقرير إريك تريجر أنه قال نقلا عن حسين مرسي أن بالإضافة لما قالوا عن أنه فترة حكمه شقيقه كانت كارثية، أنه قال أن هناك بالفعل الجماعة قامت بمبايعة مرشد جديد للجماعة لم يتم الإعلان عنه، وأن القواعد الريفية ملتزمة بتعليمات الجماعة وتقوم بتنفيذها، وما زالت القيادة حتى في محافظة الشرقية متماسكة وتقوم بأداء أدوارها المطلوبة منها من قيادات الجماعة. هذا الكلام أعتقد أنه وفقا لإريك تريجر هو بيقول أن استمرار القواعد لا يعني عودة الجماعة في المستقبل، ولكن يعني أن الجماعة لن تندثر بشكل كامل في الفترة القادمة، ولكنها سوف تستمر بطريقة أو بأخرى. تمام. الحقيقة ده شيء مهم، وحسين ده المفترح انك بتقول ان هو من بين الاشقاء الاربعه هو عضو في جماعه، عضو في الجماعه، لكن انه بيصف برضه فتره اخوه كارثيه او فتره حكم الاخوان كارثيه. فدي هو بيقول ان اخوه ارتكب اخطاء وانه عليه مسؤوليات كبيره. طيب. لم ان المسؤوليه كبيره. لم يستطع محمد مرسي ان يتحملها. طيب